ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى كل من سار على هديه الى لقاء رب العالمين مرحبا بكم في بيت الله تبارك وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا في بيته وعلى طاعته ان يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في جنته ودار اقامته انه ولي ذلك والقادر عليه. احبنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة وأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ذا قدر، أنزل الله عز وجل عليه قرآنا ذا قدر لأمة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى، لها خيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة النبي عليه الصلاة والسلام كفانا فخرا وكفانا شرفا أن ننسب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا شرفا وكفانا فخرا أن تكون أنت ممن ينسبون إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خاض وخسر من تعرض لهذه النفحات ولم يغفر له أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، خاض وخسر من جاءت له ليلة القدر ولم يغتنمها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الصحابة الكرام تعجبوا على لما حكى لهم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من بني إسرائيل كان مجاهدا وكان يفعل الخيرات، ويعني سبحان الله كان عنده من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ألف شهر يفعل الخيرات في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتعجب الصحابة الكرام وقالوا: كيف يكون ذلك ونحن أعمارنا يعني قليلة؟ أعمار أمتي ما بين الكم؟ ما بين الستين والسبعين، سبحان الله، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتعجب الصحابة: طيب من الذي سيدرك هذا الفضل وهذا الكرم؟ كن يعني الأعمال كده، في هذه الأعمال يعني مثل هذا الرجل الذي عمل الخير ألف شهر، يعني 83 سنة وكسر كمان، سبحان الله، يعني وشوية كمان، سبحان الله، مين اللي هو يحصل هذا الرجل في الفضل وفي الخير أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا عارفين مين هو؟ اللي يغتنم ليلة القدر، ليلة واحدة. الله عز وجل منحنا هذا الشرف العظيم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطانا هذا الخير العميم ليلة واحدة، لو الإنسان استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى تكفيه مدة ألف شهر، يعني كام؟ يعني 83 سنة، ليلة واحدة. ليلة واحدة يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، فضل ولا مش فضل؟ فضل عظيم، فضل كبير، منا من الله عز وجل لأمة الإسلام أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين هذه الليلة تتصل السماء بالأرض، بس اتصال غير عادي، طبعا في كل ليلة بفضل الله عز وجل تتصل السماء بالأرض، ولا ينفصلان بعضهما عن بعض. بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله وبكماله في الثلث الاخير من الليل، الا من مستغفر فاغفر له، مش في ليله بدر بس، لا ده في جميع الليالي. لكن الليله دي لها خصوصيه ولها مكانه. العلماء بيقول لك ان انزلناه في ليله القدر. ما هو القدر؟ قالوا ان القدر ده هو معناه الشرف والعظمه والمكانه والخير.
الخير العظيم. وهناك رأي من بعض العلماء قالوا بأن القدر في اللغة التضييق. نعم نعم. طب وإيه اللي جاب التضييق لموضع ليلة القدر؟ أنت بتكلمنا عن ليلة القدر اللي فيها الساعة وفيها الفضل، إيه اللي جاب التضييق؟ قال لك تعالى كده نتصفح آيات القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن سيدنا يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر، نقدر إيه؟ نقدر عليه. يعني إيه؟ فظن أن لن نضيق. معنى قدر يعني ضيق، صح ولا لا؟ معنى قدر زي ما احنا قرأنا كده في سورة الفاتح. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان. طيب ما معنى إن أنزلناه في ليلة القدر؟ يعني ضيق يعني إيه؟ يعني في إيه الضيق اللي هنا؟ قال: ضاقت الأرض بما رحبت بما فيها من ملائكة الرحمن. الله أكبر. تعرف يعني ضاقت الأرض بملائكة الرحمن؟ أنت شايف زميلك اللي جنبك بعيد عنك شبر واحد، لكن الملائكة جنبك. ضاقت يعني إيه؟ يعني ما من موضع قدم إلا وملك ساجد مع الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى. يا أخي ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ أطت السماء وحق لها أن طئت ما فيها موضع قدم أو أربع أصابع إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة من الليالي، غير ليلة غير ليالي رمضان، قام ليلة كاملة. تعالوا بسبب ايه؟ أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ايه؟ أنا نفسي يعني أسألك سؤال، يعني أنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى المفروض أن أنت تطلب مطعمك، صح ولا لا؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يصاب بأرق بسبب أنه وجد على فراشه تمرة أكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ظننت أنها من تمر الصدقة، ظننت أنها من تمر الصدقة. وطبعا محرم على سيدنا النبي أنه يأكل من الصدقة، ما بيأكلش من الصدقة، ممكن يأكل من الهدية لكن ما يأكلش من الصدقة. بدليل مين؟ بدليل سيدنا سلمان الفارسي لما أتى إليه، خلي بالك بحث عن الحقيقة، عمال يسأل علشان يختبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ فقال إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فجاء سيدنا سلمان إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يختبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف فعلا هو دي النبي اللي اتكلمت التوراة والإنجيل عنه ولا لا. فأعطاه يا رسول الله طبق فيه تمر، هذا صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، أخذ الصدقة وقسمها للفقراء. أدي واحدة هي يعني علامة من العلامات ظهرت. فأتى في اليوم التالي بطبق أيضا، يا رسول الله هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. بس لسه في علامة هو عايز يشوفها، اللي هي خاتم النبوة، اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بين كتفي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، ونفسه عايز يشوف بس العلامة اللي هي موجودة، علامة النبوة. وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يفطر لذلك، فيكشف عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيراها سلمان فينكب على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسلم بين يديه أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. تمر واحدة من تمر الصدقة تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بأرق. طب من اللي بياكل حرام بلد؟ اللي بياكل حرام. وسيدنا النبي يقول لك ايه؟ يا سعد، يقول سيدنا سعد يعني، يقول يا سعد اطب مطعمك تاكل، مستجاب الايه؟ مستجاب الدعوة. إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا. وخلي بالك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء، لابد أن يكون قلبك عنده في يقين، يقين وصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا سليمان لما أصاب يعني بالقحط الشديد
وكادت يعني البلاد أن تهلك، وقال يا بني إسرائيل هلم جميعا لكي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذ البلاد والعباد، فالكل ذهب لكي يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لم يستجب سبحان الله. وإذ بهم يجد سيدنا يعني سليمان يجد نملة ترفع قوائمها إلى الله سبحانه وتعالى إلى السماء وتقول: اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك. نملة: اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك. نملة: فما استتمت كلماتها إلا وأرعدت السماء وأبرقت وأمطرت كأفواه الكرم بسبب دعوة نملة. قال سيدنا سليمان: ارجعوا فلقد استجاب الله دعوتكم بسبب نملة. زور أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن شيئا من المعروف أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي علينا أن نغتنم هذه الليلة العظيمة في الدعاء والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل. التهجد، صلاة التهجد أين أنت منها؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه؟ مقاما محمودا. يا أخي ده ليلة واحدة سبحان الله، والله لو كانت هذه الليالي إيه؟ ما الذي تبقى من رمضان يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث ليالي، ثلاث ليالي استغفرت يعني اغتنمها في طاعة الله عز وجل، اغتنمها في التهجد، في الدعاء والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من يعني ديدا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعمالهم كما أخبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جعلت الليل لله تبارك وتعالى، جعلت النهار لرعيتي، وجعلت الليل ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله أن نكون من هذه الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذه الآية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم في الحمد.